مساء الخير عليكم حبايبي ومتابعين ومشاهدين، اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة الجمعة، الناس كلها طبعا بتاكل الكسكسي المغربي. احنا هنا بالتحديد في الرباط في منطقة اجدال، يعني كان ورايا كوموند كده بخلصه، فقلت ادردش معاكم بقى كده في موضوع. خلي بالكم يا جماعة، المواضيع اللي بدردش معاكم فيها دي مش دردشة كده وخلاص، يعني لا، ده اللي هو يعني المواضيع اللي بكلمكم فيها دي، انا طول ما انا في المغرب بقعد اوريها للناس واتكلم فيها مع الناس، وقعد لما اقعد مع اصحابي او ناس مغاربة هنا مثلا جيراني في المنطقة كده، بقعد اكلمهم في الامور دي. يعني زي حلقة النهاردة كده ان شاء الله هنتكلم عن السياحة في مصر وفي المغرب والفرق بينهم، يعني من ناحية مثلا الاسعار والانشطة وكده. طبعا ما فيش شك ان السياحة في مصر والمغرب، يعني مصر والمغرب كبلدين من اهم الدول السياحية في المنطقة وفي العالم، والبلدين فيهم نوعين من السياحة، السياحة الترفيهية والسياحة التاريخية. يعني سياحة ترفيهية وسياحة تاريخية. السعودية مثلا فيها السياحة الدينية اكتر، الحج والعمرة وكده، ربنا يكتبها لنا جميعا وليكم جميعا. انا الحمد لله يعني حجيت 9 مرات قبل كده، الحمد لله. نبدأ بقى بمصر يا جماعة. السياحة في مصر قلنا سياحة ترفيهية وسياحة تاريخية. التاريخية بقى لمصر الآثار، حضارة أكتر من 7000 سنة، هتشوف بقى عجب العجاب هناك، الحضارة المصرية القديمة. بس مش هنتكلم بصفة عامة وخلاص، هنتكلم بحيث اللي هو اللي بيسمعني، لو انت مثلا مغربي او من تونس او من اي بلد وعايز تروح مصر تبقى عارف هتروح فين والدنيا عاملة ازاي والاسعار عاملة ازاي. وبعد كده نتكلم على المغرب، واللي هيساعدنا في الكلام على المغرب ان انا هنا صورت فيديوهات كتير واماكن سياحية، فتقدر برضو تشوف الفيديوهات، يعني كل الحلقات صورتها بالاماكن بالاسعار بكل حاجة. يعني السياحة الترفيهية يا جماعة في مصر هي سياحة استجمام، يعني تروح تستجم هناك بقى اكتر من منها مغامرات، عكس المغرب مثلا. المغرب هنا المغامرات اكتر، شلالات، تمشي وسط الطبيعة وسط الجبال زي ما شفنا في حلقات اقصور، شفشاون، منابع ام الربيع، كلها موجودة تحت في الحلقات. لكن السياحة في مصر الاستجمام جميلة جدا واسعار مخفضة، اسعار رخيصة. عندك مثلا اهم المدن اللي فيها السياحة الترفيهية في مصر، عندك شرم الشيخ طبعا، مدينة الغردقة، مدينة طابة، بس انا مروحتهاش، انا روحت شرم الشيخ والغردقة، دهب، مرسى علم، كل المدن دي السياحة الترفيهية اللي هي الاستجمام. في الساحل الشمالي بس هنرجع لها بعدين، منطقة الساحل الشمالي واسكندرية اللي هي بتبقى السياحة مصيفية اكتر، يعني لو تروح تصيف هناك. شرم الشيخ يا جماعة انا روحتها 3 مرات، ال3 مرات يعني لو عايز تشوف اسعار اتمنة شرم الشيخ بالفنادق بتاعتها، بالاسعار، بالحجز الفول بورد اللي هو شامل فطار غدا عشاء اوبن بوفيه كده، انا رحت 3 مرات مش عن طريق مكتب ولا حاجه، بدخل بحجز من على موقع booking.com. طبعا مش بعمل لهم اشهار بس بقول لكم على اللي انا بعمله، يعني هما مش سبونسر ولا حاجه، مش ممول يعني للحلقه. هتلاقي اتمنى يعني لدرجه انا رحت اول مره مثلا شرم الشيخ كان فندق راديسون، بس مش دلوقتي، تقريبا اتغير اسمه خليته شركه تانية. يعني قعدنا 3 ليالي انا ومراتي وابني، ما كانتش لسه لوجينة اتولدت، 3 ليالي 4 ايام، اقامة شاملة، فطار غدا عشاء اوبن بوفيه، تاكل لحد ما تشبع، بحمامات السباحة، بالبحر، بالايس كريم، بكله.
دفعنا كام؟ دفعنا 1500 جنيه وقتها بما يعادل كان ساعتها الجنيه بدرهم، بما يعادل 1500 درهم بالثلاث ليالي. فندق كان متصنف 5 نجوم، مش عارف كان 4 ولا 5. هو على فكره فرق الخمس نجوم والاربع نجوم بيفرق، مش عارف في الديسكو ولا مش عارف ايه، شويه حاجات كده ما لا تعنينا يعني. وكان فندق جميل جدا، منتجع يعني، ومش فندق منتجع. الفرق الفندق من المنتجع، المنتجع بقى بيبقى يعني في التصاميم بيبقى افقي اكتر، واخد مساحه اكتر، في حمامات سباحه اكتر، في ساونا جاكوزي مش عارف ايه، يعني ليها تصنيفات. فالمنتجع السياحي اللي هو اصلا ما انتش مضطر تطلع بره المدينه كتير. والله لدرجه ان انا ومراتي استغربنا الناس دي بتكسب ازاي، يعني ايه هامش الربح اللي بيربحوه يعني لما 3 ليالي ونفس الكلام في الهيلتون برضو. الهيلتون روحت قعدت 3 ليالي 4 ايام كان ب 2000 جنيه، 2000 درهم، الهيلتون 5 نجوم. دي بالنسبة للسياحة الترفيهية في شرم الشيخ. عندك برضو ايه، تنزل تتمشى، تروح منطقة سوهو سكوير، تروح حتة اسمها منطقة اسمها هوليود، تشوف احسن نافورات راقصة في مصر بتطلع نار وحاجات جميلة. عندك برضو في الغردقة منطقة الجونة معروفة، اللي هو يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس. انا هحاول انا اختصر لكم في الحلقه دي عشان ما تبقاش طويله. عندك برضو منطقه جميله جدا في الغردقه بس انا لسه ما رحتهاش، دي كانك في المالديف يعني. بدل ما تروح المالديف وعايز توفر على نفسك، ممكن تروح المنطقه اللي هي في الغردقه دي اسمها سهل حشيش. سهل حشيش يعني، خش اكتب سهل حشيش هيبان لك كل حاجه. يعني هحط لكم منها كده صورتين. منطقة سهل حشيش دي يعني حاجة جميلة وراقية. أنا هتوه نفسي كده في حي الرياض وأنا بتكلم، بس أسعارها زايدة عن الغردقة نفسها وعن شرم الشيخ. سهل حشيش يعني أسعارها مرتفعة شوية. وفي عندكم طبعا الفندق اللي في شرم الشيخ اللي هو ريكسوس، ده من أفخم المنادق المنتجعات والفنادق في الشرق الأوسط يعني، بس غالي جدا ريكسوس. هو خش على بوكينج اكتب، هو بيحدد لك كل حاجة وبيحدد لك الأسعار، انت تختار له الأسعار يعني، لو عايز من الرينج كذا لكذا السعر بتاعك. نحن هنا في شارع النخيل في حي الرياض. في طبعا منطقة طابة، بس طابة يعني لو روحتها هتلاقي حواليك السياح اسرائيليين كتير، دي مشكلة طابة يعني. يعني تقريبا كلها اسرائيليين اللي هي على حدود اسرائيل يعني. شرم الشيخ يا جماعة برضو من الاسعار الرخيصة فيها رحلة الدايفنج الغوص يعني. روحت انا وكوثر مراتي رحلة الدايفنج، خدنا مركبة يعني. روحت المكتب سياحة في شرم الشيخ بالصدفة كده، عديت عليه وحجزت من عندهم رحلة الدايفنج. كانت رحلة جميلة جدا وممتعة جدا بصراحة. المركبة فيها غدا اوبن بوفيه يعني، الغدا اوبن بوفيه، ما كانش فيه تنوع كتير في الغدا بس كان اكل جميل وانبسطنا، رز وكفتة ومش عارف سلطات وبتاع. وبنعمل حاجة، بننزل من المركبة نعمل حاجة اسمها سنوركلينج، اللي هو نلبس نظارات ونقف ونعوم على سطح الميه، بيبقى معانا مرشد ونقف نحط وشنا في الميه، نقعد بقى نتفرج على السمك الزينه والشعب المرجانيه والكلام ده كله. وبعد كده بنطلع تاني المركبه، وبعد كده ننزل. حتى كنا بننزل انا ومراتي، وكنا سيبنا ادم مع ست سوريه طيبه هي اللي شالت لنا ادم، اتعرفنا عليها في الرحله يعني، ما نزلتش هي. نزلنا بقى الدايفنج، تنزل بقى الدايفنج تحت ونتصور تحت زي الصور اللي انتوا شايفينها دي. تخيلوا الرحله دي بكام؟ والله ب 400 جنيه
الرحله كامله، وزايد ميكروباص اللي هو ميني باص يعني، يجي يهزنا من الفندق للمركبه الرحله ويرجعنا تاني للفندق، شامله كل حاجه. تعالوا نتوه نفسنا في حي الرياض، ندخل شوارع كده معرفهاش، يا عيني على الجمال. 400 جنيه وقتها كان 400 درهم، كان ساعتها الدرهم بجنيه بما يعادل دلوقتي حاليا 250 درهم، ده بالنسبة للدايفنج. رحلة السفاري رحتها في الرحلة التانية في شرم الشيخ، بس ما استمتعتش بيها قوي اللي استمتعت بيها بتاعت العيون. رحلة العيون هنا في المغرب دي كانت السفاري فيها جميلة يعني. نطلع بقى لفوق، خلي بالكم يا جماعه بالمناسبه قبل ما نطلع للساحل الشمالي لفوق، شرم الشيخ والغردقه المدن دي يعني تعتبر على حدود السعوديه، يعني تعتبر في الخليج، لان اصلا شبه جزيره سيناء اللي هي كانت محتلها اسرائيل وطردناهم منها سنه 73، دي تعتبر هي في اسيا يعني مش في افريقيا. يعني مصر فيها جزئين، جزء في افريقيا والجزء اللي هو شبه جزيرة سيناء ده في اسيا، فالحرارة فيها صعبة جدا، فما تروحش ابدا شرم والغردقة في شهر 8 في اغسطس، يعني جلدك هيتسلخ. لو عارف، لو رحتها في عز البرد هتلاقيها هناك دافية وتقدر تنزل المية، يعني لو عايز تنزل البحر في شهر فبراير روح على شرم الشيخ، لكن في الصيف بقى في شهر 8 والحر ده تطلع على فين بقى في مصر؟ تطلع على الساحل الشمالي. الساحل الشمالي يا جماعة اللي هو الطريق ما بين مدينة اسكندرية ومرسى مطروح، ما بين الاسكندرية ومرسى مطروح، الطريق ده كله اسمه الساحل الشمالي، كلها قرى سياحية. انا اول مرة اجي هنا يا جماعة في حي الرياضة، انا فين؟ وانا توهت نفسي، انا طلعت على الدائري. طيب ده يا جماعة الطريق الدائري في المغرب. في الرباط. كلها قرى سياحية، أشهرهم قرية مراقية أو مراقية، جميلة جدا. مارينا بقى، وما أدراك ما مارينا، واللي ما راحش مارينا يبقى ما شافش الساحل الشمالي. يعني الساحل الشمالي فيها 7 مارينا، اهمهم مارينا 2، مارينا جوج، ومارينا 3 اللي فيها بورتو مارينا. اجواء جميله جدا في الصيف، حاجه يعني. البحر هناك يا جماعه، البحر بتاع الساحل الشمالي امتدادا لمرسى مطروح، شوفوا البحر اللي هو لونه التركواز الجميل ده، يعني حاجة أحسن من اللي في البرازيل وأحسن من اللي في هاواي، حاجة جميلة جدا يعني. يعني مصر تمتاز بالشواطئ، خدت بالكم، بالأخص في الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح. وعلى فكرة يا جماعة، إحنا أهل القاهرة ولما بيجي الصيف بنهرب من حر القاهرة، فكلنا هجوم على اسكندرية، يعني هجوم كده على اسكندرية. فطبعا اهل اسكندريه بيهربوا، بيقول لك ده المصريين جايين بيقولوا علينا احنا المصريين، يعني يقول لك المصريين جايين، فهم بيهربوا على مرسى مطروح. مدينه هاديه وجميله جدا. بالمناسبه يا جماعه، في الحلقه اللي فاتت في حلقه المرور، انا كلامي كان على القاهره، فهمت، ومصمم عليه ان انت حتى لو هتروح سياحه مصر اللي هيقابلك في مصر كلها هي زحمه القاهره، يعني حتى زحمة اسكندرية زحمتها يعني مبلوعة مقبولة، لما زحمة القاهرة دي وساعة الذروة يعني حاجة صعبة جدا يعني. حبيت اتوه نفسي، لقيت نفسي قريب من الدار، يعني حاجة تغيظ. الف وارجع بقى واخد يمين، نشوف الاصلاحات اللي في المسيرة جوج. واشهر قرى الساحل الشمالي واجدادها وارقاها حاليا قرية مراسي، يعني حاجة فخمة قوي بس هادية مش ممتعة، هي وتلال، يعني تلال برضو جميلة جدا، لكن اللي فيها انشطة وتقعد تلعب بلايستيشن، مطاعم، مش عارف ايه الكلام ده كله. عندك هي مراقية ومارينا،
بالاخص مارينا، يعني اللي يروح الساحل الشمالي روح على مارينا. وطبعا ما تنسوش اسكندريه ومرسى مطروح، المدينتين اجمل من بعض. بس انا ما روحتش مرسى مطروح، روحت اسكندريه والساحل الشمالي بس. اسكندرية فيها كتير، مول سان ستيفانو، المعمورة، الكورنيش، قلعة قايتباي. يعني اسكندرية بصراحة انا احبها، يعني جميلة جدا اسكندرية. يعني اساسي عندي الواحد يروح اسكندرية، خصوصا في العيد. يعني احلى عيد بقضيه بعد رمضان هو اسكندرية، يعني جميلة جمال ما شاء الله. نرجع بقى للقاهرة. القاهرة يا جماعة اوعى تروح القاهرة يوم الخميس، يعني ما توصلش، ما تخليش سيارتك توصل للقاهرة يوم الخميس المغربية مثلا، المغرب يعني وقت اذان المغرب. لو هتوصل اوصل الصبح، لو روحت الخميس ما تزعلش بقى من الطريق. زي ما قلت لك القاهرة يا جماعة جميلة وكبيرة، فيها اماكن خروجات اكتر من امريكا، ده بشهادة الناس اللي عايشة في امريكا. لكن هيقابلك مشكلة الزحمة في المرور. الناس اللي بتقول لي في الكومنتات لما بتكلم مع حاجه بقارن المقارنه وجه حق، يقول لي انت مش عارف بتتكلم على بلدك. لا انا بتكلم على الحق، بلدي حلوه في حاجات بقول عليها، فيها حاجات سلبيات بقول عليها. في اي مكان يعني مش عامل القناه دي عشان امدح في بلد معينه، لا انا عامله عشان بشوف، بتكلم على اللي انا شايفه. هنا بقى التوسعات، الطريق ده كان ضيق وسعوه، لسه شغالين فيه هنا في اتجاه المسيره جوج تماره. واوريكم برضو منطقه الشيجا في تماره عملوها ازاي. يعني كان شارع مكسر ومحفر ومبهدل، والله في شهرين خلوها بقت عامله زي شوارع اجدال اللي شفناها. القاهرة بقى يا جماعة تمتاز بالمولات الكتير، زي مول سيتي ستارز، مول العرب، مول كايرو فيستيفال، مولات جميلة جدا طبعا ما تعدش. انا قلت لكم اكبر ثلاثة، يعني في مول اتبنى قريب. طبعا رجل الاعمال الاماراتي ماجد الفطيم شغال ما شاء الله يعني في المولات في مصر. عندك منطقة خان الخليلي، الحسين، تتمشى تجيب هداياك من هناك، واسعارها مش غالية، يعني مش غالية، بس اللي هو ايه تتشطر معاهم في الفصال يعني. صحيح يا جماعة، بالمناسبة هيقابلك في مصر اول ما تروح هناك حلاوة اللسان، يعني المصريين معروفين بحلاوة اللسان، كل كلامنا كده سعادتك وحضرتك ويا فندم ومش عارف ايه وتحت امرك وبتاع. حتى لما تيجي تحاسب على اي حاجه في مصر، يعني تدفع حساب اي حاجه يقول لك خلي يا بيه، والله خلي. يعني في هنا في المغرب بيدعوا دعوه حلوه يقول لك الله يخلف. يعني لما تدفع حاجه تحاسب على حاجه يقول لك الله يخلف، في مصر يقول لك خلي. بس خلي بالكوا، خلي دي مش اللي هي معناتها بيعزم عليك بالصح، يعني اللي هو ايه 99% عزومه مراكبيه و1% ديال بالصح. عشان تخلوا بالكم، زي احمد حلمي ما قالها في الفيلم بتاع عسل اسود. اوكي ما تخلي عندي انا المدرسة. اوكي ثانك يو. ايه المجنون ده يا باشا؟ يا باشا وقت الحساب. حساب؟ مش انت قلت لي خلي؟ هي دي اللي فهمتها، دي كانت عزومه مراكبيه كده وكده يعني. اوكي تقول انت اي كلام يعني وخلاص كده. وفي واحد تاني كويتي برضه نزل مصر. ركب مع سواق التاكسي برضه، جه حاسبه وقال له سواق التاكسي قال له خلي. هقولها لكم في الفيديو، يعني طبعا فيديو نوع من المداعبه، يعني حاجه تضحك بصراحه. خلي يا باشا خلاص مشكور. يا عم مشكور ايه يا عم؟ انت تقول لي خلي يا عم مشكور ايه؟ انت شايف رديت بكلامك ليه؟ خلي ولا مش معلش ده تاكسي. يلا اشوفك على خير. لو سمحت يا استاذ لو سمحت حاسبني. شم حسابك. انتوا جايين تطلعوا علينا يا عم ولا ايه؟ شم حسابك. عايز 50 جنيه. اتفضل. اجي. ها؟ اجي. ها؟
هذه عملتنا بجزر الاباطوط. عمرة الاباطوط دي تركب بيها فيل في بلدكم. ازاي يا عم تركب بيها فيل يا عم؟ هذه عملة جزر الاباطوط. يا عم روح انا اقول لها خد اديني الاكل، انا عندي خمس ساعات اقول لهم خدوا الاكل مش عارف ايش في هذا ايش في براش. ايه يا عم في ايه يا عم؟ جزر الاباطوط هذه عملتنا. ايه يا عم عملتك ايه يا عم انت؟ لا خليها لك يابا عملتك، انا عايز فلوس. خد خد انا هبطل الشغلانه دي. خد السياره انت روح فين بس؟ انا تعالى الرخصه انا هبطل الشغلانه دي يا عم. انا هبطل الشغلانه دي يا عم. ايه يا عم الشغلانه بتاعتك؟ اعطيناك فلوس وانا موعود بالكويت على طول يطلع علينا كده. انت ايه يا عم؟ مالهم مالهم؟ ده تروح الاباطوط بتاعتكم اللي تركب بيها ببلاش. مش الاباطوط الاباطور. اباطور ما اباطور انا، انت اركب بيها فيل هناك دي. طبعا القاهره برضو الاهرامات، القاهره يعني القاهره الكبرى، الاهرامات اللي هي في الجيزه، بين القاهره والجيزه نهر النيل، يعني زي هنا بين الرباط وسلا نهر النيل. عندك بقى الاهرامات، المتحف المصري، وفي المتحف المصري الجديد اللي اتعمل دلوقتي ولا لسه بيعملوا فيه ما اعرفش، بقى لي يعتبر سنتين ما نزلتش مصر. عندك بقى لو عايز بقى السياحه الثقافيه التاريخيه بقى اللي هو انت بتعشق التاريخ وعايز بقى الحضاره الفرعونيه والمصريه القديمه بديال بالصح يعني زي ما بنقول، عندك الاقصر، مدينه الاقصر يعني فيها ثلث اثار العالم، تلت اثار العالم موجودين في مدينه الاقصر. ممكن تاخدها بقى توصل للاقصر وتاخد رحله نيليه مركبه في وسط النيل توصل بيك لمدينه اسوان، تشوف هناك بقى النيل لونه ازرق ازاي بس انا لسه ما روحتش المدينتين دول الاقصر واسوان، يعني لفيت المغرب اكتر ما لفيت مصر. دي بالنسبه للسياحه في مصر زي ما قلنا تاريخيه مش عارف ليه عملوا ثقافيه، تاريخيه و السياحه ترفيهيه استجمام. لكن المغرب بقى لو عايز بقى مغامرات تمشي الشلالات، في برضو السياحه التاريخيه في المغرب زي ما شفنا في الرباط، لسه برضو ما صورتهاش صومعه حسان، المآثر التاريخيه زي ما شفناها في مراكش. انزلوا في الحلقات تحت شوفوا، يعني انا كلمتكم في الحلقه دي عن مصر اكتر من المغرب لان المغرب انا عمال اوريدي بصور هنا، فانت كفيل ان انت تنزل تشوف فيديوهاتي تحت دور براحتك. شفنا شلالات اوزود ما شاء الله، شلالات اقشور، المدن اللي فيها تمتاز بالفنون زي مدينه اصيله جميله جدا، مدينه فيها ميكس كده جميل زي طنجه. في سياحه استجمام هنا في المغرب في اجادير بس يعني ايه الاسعار ممكن تقابلك ان هي شويه مرتفعه، بس انا ما جربتهاش يعني. واللي يعرف برضه في الكومنتات يقول لنا سياحه الاستجمام موجوده فين في المغرب. انا اللي اعرفه في اجادير اللي هي المنتجعات السياحيه معروفه في اجادير، لكن السياحه اللي هو المغامرات والانشطه الجميله دي يعني حدث ولا حرج يعني في المغرب. احنا هنا في السوق في المسيره جوج. والله البنان حلو، هرجع اشتري بنان. طيب اوريكم بقى منطقه الشيجا، هذا يا جماعه منطقه الشيجا. الشارع ده لو جيتوا من 3 شهور مثلا بالظبط ولا حاجه كان متكسر ومبهدل، شوفوا عملوه ازاي، زي اجدال بالظبط اهو يعني ما شاء الله. بس دي كانت حلقة سريعة كده، اتكلمت انا على السريع عن السياحة في مصر وفي المغرب. طبعا عايز تخش لو عايز تروح مصر خش على فانصحك ببوكينج.com، يعني عليها اسعار، هتلاقي عليها عروض، هتلاقي عليها حاجات حلوة، انا بحجز من عليها على طول يعني، حتى هنا في المغرب حجزت من عليه لما روحت مراكش. بتشوف بقى تعليقات الناس تحت كل فندق يبلغ بقى اذا كان الفندق هيعجبك ولا لا، كل حاجه باينه في التعليقات يعني، حتى صاحب الفندق ما عندوش امكانيه ان هو يمسح تعليق سيء ولا اي حاجه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وافادتكم.
اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. ممكن اغيب عليكم فترة شوية كده عشان انا مشغول بصراحة. القاكم على خير ان شاء الله، وحبايبي ومساء الفل عليكم.